ولكن يعني هل ممكن أن تنجح أو ينجح الحوار وتنجح العملية السياسية في موضوع الحوار، وبالذات أن المالكي متشبث لأنه لا يسلم السلطة؟ يعني الأماني شيء والواقع العراقي شيء. أستاذي أزمة العراق هي أزمة قادة وأزمة ثقة فيما بينهم، يعني فيما بالضرورة أنه يتوجهوا نحو الوطن نشأة مجموعات عابرة لحدود الوطن ولاءاتها خارج حدود العراق، ولاءاتها باتجاه إيران، باتجاه ولي الفقيه، باتجاه الداخل إذا في ولاءات راح نقولها سلطوية لها دوافع شخصية. أشار الأستاذ كاوا أنه يعني أزمة المالكي والصدر في النتيجة اثنين ضمن محور شيعي، يعني ضمن رؤية شيعية واحدة. اختلاف وجهة النظر هون في يعني متعلقة بتقاسم سلطة وليس بتوجه نحو الوطن. يعني أنا يعني السياسيين قد يختلفوا لتحقيق بوجهات نظر لتحقيق هدف أنه من هذا الطريق أو من هذا الطريق يسلكوا. لا يعني لما أشار الأستاذ كاوا لتعبير المالكي أنه إحنا لا نسلم السلطة، يعني إيش يعني ديمقراطيا غلط، جمهوريا ما بصير، حكوميا ما بصير، سياسيا ما بصير. إذا ليه يعني على ماذا يعتمد المالكي؟ يعتمد على قوة من خارج الحدود، صحيح، قوى دعم له، قوى تنفيذية قادرة أنه تقود الشارع. هل بين قوسين هو إيش؟ تجديد، استغلال وتوظيف الاحتفالات الأربعينية والمسيرات الأربعينية التي تجوب العراق من الشمال إلى الجنوب، هاي على الأقدام وبالطرق، في طبخ وأهل خير وأهل وأهل، بس بنفس الوقت في قوى تنتشر